إدارة المحافظة في دعم النازحين ومساعدتهم قدر المستطاع وبكافة الإمكانيات المتوفرة لديها من أجل التخفيف من معاناتهم وتوفير الخدمات لهم. في ظل غياب دور الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية ونواب محافظاتهم، مشيدين في الوقت ذاته بالتعامل الإنساني للأجهزة الأمنية وأهالي كركوك مع النازحين. العوائل النازحة التي أو إلى كركوك انتقدت تصريحات بعض النواب ممن يمثلون محافظاتهم بشأن النازحين، معتبرين إياها محاولة للتصيد في الماء العكر للتغطية على فشلهم الذريع في تقديم أدنى ما يمكن لنازحي محافظاتهم. ياشار خالد التقى النازحين وعد لنا التقرير التالي. أشادت العوائل النازحة إلى كركوك من المدن التي تشهد توترا أمنيا بالجهود المبذولة من قبل إدارة محافظة كركوك في توفير أفضل الخدمات لهم، مؤكدين بأنهم لا يعانون من أي مشكلة في المخيمات الموجودة في كركوك، مثمنين التعامل الإنساني من قبل الأجهزة الأمنية وأبناء كركوك على حد سواء معهم. نشكر محافظ كركوك نجم الدين جزاه الله ألف خير اللي قدم لنا المساعدة واجى للمخيم، وبالمناسبة هو أول محافظ، يعني هو الكركوك ها هو محافظ على كركوك بس أول واحد اللي اجى وزخيم المخيم وتفقد أحوال الناس النازحين اللي يعانون ما يعانون من مأساة. هو محافظ كركوك جزاه الله ألف خير. النواب ما اجوا نهائيا لأصالح المطلق ولا غيره ولا أبد ولا ينتبهون. أي معاناة ماكو. أشكر السيد محافظ صلاح محافظ كركوك على جهوده واخلاصه تجاه المخيم. لو اكو نائب وانتخبوا ذول هالجماهير هذه الفقيره كان يوم جاء واحد منهم مدحق على المخيم مدحق على المواطنين. العوائل النازحه استغربت من تصريحات بعض نواب البرلمان ممن يمثلون محافظتهم مستهزئين بالاقوال والتصريحات الاعلاميه النشاز حسب رايهم. احنا اي معاناه بعدنا؟ بالعكس والله المخيم خير، كل شيء متوفر لنا، ماكو اي تقصير ويا اي اهل كركوك، حكومة كركوك. بالعكس والله انا من الناس ينساكن من احد بنص كركوك، والله ما حد لا حكى ويانا ولا حد جابنا بشيء مو زين، وبالعكس متعاونة ويانا الحكومة وكل الامن اللي بداخل كركوك متعاون ويانا. نريد واحد يتفقد احوالنا، مو يجينا من يم السياج دقيقتين وينهزم، نريد واحد يجينا يتفقد هذول. هو نوابنا وين؟ هو جاي على نوابنا احنا. هو جانا وينهم بعد ما جاء؟ احنا نريد نوابنا وينهم؟ تساهلات مال حكومة كركوك انه المخيم ليلان كفالات شيء آلم المخيم اللي بسدي كفيل، وش سوونا رأسا المختار الناحية كلها منك وبيك الساهلة وياك، لا رادوا لك كفيل كردي ولا رادوا لك كفيل من أربيل ولا رادوا لك كفيل غير شيء، جابوا لك كفيل منك وبيك يكفلك وسووا لك كفالة يقول لك ضمان لنفسك وضمان جهالك حتى تروح وترجع بيها المختار. وحتى المختار شلون مستاهل ويانا، وحتى المختار زارنا وجاء علينا اللي جاي وقف. والله لا راعي للدهلقي ولا احد جانا ولا احد يدري بينا لحد الان احنا وين. حافظ كركوك وكركوك وليلان كلهم متعاونين ويانا تعاون يعني اكثر من اللازم، يريدون كفاله حتى بالسيطره يعرفون من المهجر من المو مهجر. انت تدري كركوك منطقة حدودية ويا داعش، اكو قتال ويا داعش، فهذا من يطوب بدون كفالة يعني شلون؟ شيء ما يرام، هذا شيء قانوني. رعد الدهلكي رئيس الهجرة والمهجرين، والله لحد الان كل شيء ما شفنا من عنده ولا اي زيارة جل المخيم. والله نوابنا ما شفناهم بس السوالف في التلفزيون وكذب. هذه نوابنا نايمين، ننتخب من بعد، اذا انتخبناهم ما باقونا من رئيس لجنة المهجرين، نطالبهم يقول لك عمي روح مالك كل حق منه. لا داري شو اقول عليه؟ ما اقول على غير الله يسامحه. الان ما شفنا من نواب دياله اي شيء من عندهم نهائيا، ولا حد وصلنا. نهائيا ما حد وصلنا، والحمد لله والشكر فعلا اكو ماي موجود، كهرباء موجوده، خيم موجوده قاعدين بها، وارزاق دا ينطونا كل شهر. كركوك استقطبت الآلاف من العوائل النازحة، وإدارة كركوك وفرت الخدمات الضرورية لهم حسب طاقتها، إلا أن البعض يحاولون التصيد بالماء العكر من خلال إطلاق المزاعم والافتراءات بحق إدارة محافظة كركوك جزافا. يشار خالد، فضائية كركوك.